والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما هو الحج المبرور وما فضله وجزاؤه؟ والحج المبرور هو الموافق لما شرعه الله في الكتاب والسنة. وتحقيق الحج المبرور يكون بأمور عدة، منها الإخلاص لله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فلا يكون الباعث على حجه الرياء والسمعة. حج المبرور ما كان فيه وصفان: الوصف الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا مطمع دنيوي، وكذلك ما كان موافقا لما شرعه الله عز وجل مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الحج المبرور إتمام النسك على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد حج بأصحابه عليه الصلاة والسلام وقال لهم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فحج بهم صلى الله عليه وسلم وبين لهم صفة الحج وما ينبغي للحاج أن يفعله وما يجب عليه أن يتجنبه. ومن شروط الحج المبرور أن يحج بمال حلال، لأن المناسك قربة لله تعالى، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ومن شروط الحج المبرور أن يحذر من الرفث والفسوق والجدال أثناء أداء النسك، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، الرفث هو الجماع ودواعيه، ولا فسوق وهو المعاصي. وقد رتب على ضبط النفس عن هذه المحرمات مغفرة ما مضى من الذنوب والآثام، وذلك من أعظم الجزاء، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني غفرت ذنوبه، لأن هذه ولادة جديدة، فهذا كأنه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور يهدم ما كان قبله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ نعم، هذا من أعظم الفضائل، الحج المبرور، وهو الحج الذي أدي كما شرعه الله سالما من المنقصات. ويستحب للحاج الاجتهاد في أعمال الخير المحضة كالصلاة والذكر والدعاء، وما تعدى نفعها كإطعام الطعام وسقي الماء ودلالة التائه وإرشاد الجاهل وبذل أنواع الإحسان، وذلك لأن الله تعالى لما نهى عن الرفث والفسوق والجدال حرض سبحانه على فعل الخير، فقال سبحانه: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.